بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول إن الطبيب أخبرها أن الحمل سوف يؤثر على وظائف الكبد وعلى عظامها، وطلب التوقف عن الحمل، فهل يجوز لها ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الإنسان مأمور بأن يتجنب الخطر والضرر المحقق، ولا يرهق نفسه بشيء يخاف على حياته منه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا قرر الأطباء الثقات أن الحمل يضر أو يضر بحياة الأم ويعرضها للخطر، فإنها تأخذ ما يمنع الحمل حتى يزول هذا الضرر وهذا الخطر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. في هذا السياق، هذا السائل يقول: إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل، فهل يسمح بتفريقه وإنزاله، أي بإنزال الحمل قبل استكماله؟ لا يجوز إنزال الحمل إلا في حالة ما إذا كان على أمه خطر من بقائه، فإذا كان على الحامل خطر من بقاء الحمل، خطر على حياتها، تهددها بالموت، فإنه يجوز إلقاؤه قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل أن تنفخ فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم. نتواصل مع هذه الأسئلة. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ذبح ذبيحة عندما يبني بيتا جديدا عند عتبة الباب تبركا وردا للعين، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا يجوز، ربما يكون من الشرك الأكبر إذا ذبح للجن لأجل أن يكف شرهم عنه، هذا شرك أكبر لأنه ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا ذبحه من باب التبرك أو نحو ذلك فهذا أيضا لا يجوز، لأنه عقيدة فاسدة، عقيدة سيئة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا يقول: هل يجوز إلحاق الإعجاز العلمي في القرآن بمعجزات القرآن الكريم؟ هو نوع من إعجاز القرآن. القرآن معجز، معجز بلفظه ومعانيه، ومعجز من وجوه كثيرة. فالإعجاز العلمي إن كان راجعا إلى لفظ القرآن وتركيبه، أو إلى معانيه ومدلولاته، أو إلى عدم الإتيان بشيء مثله، فهذا ثابت في القرآن الكريم. أما النظريات الحديثة الطبية وغيرها، هذه لا يجزم بأنها من معاني القرآن، لأن القرآن لا يفسر إلا بما ثبت من وجوه التفسير. القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسر بأقوال الصحابة الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيره، ويفسر بأقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ويفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. وأما أن زاد تفسير بالنظريات الحديثة فهذا لا يجوز، لأنه النظريات تختلف وتتضارب، وربما تكون نظرية اليوم في عين الناس صحيحة، ثم يأتي نظرية تناقضها وتبطلها، وكثيرا ما يحدث هذا، فلا يجعل هذا تفسيرا للقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة قول لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ لا حاجة إلى قول في الوجود، لا معبود حق إلا الله، يكفي هذا. لا معبود حق
إلا الله سبحانه وتعالى، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله جل وعلا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من جدة يقول: هل يلزم المنفرد في الصلاة قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟ اللزوم لا يلزم قول آمين سواء مع الجماعة أو المنفرد، هذا سنة، لأن معناه اللهم استجب، وليست آمين من القرآن لا من الفاتحة ولا غيره، وإنما هي دعاء. آمين أي اللهم استجب ما دعاه ما قرأه من الدعاء في الفاتحة، لأن الفاتحة دعاء من أولها إلى آخرها، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فيؤمن بعد فراغه منها أن يقول اللهم استجب هذا الدعاء الذي قرأته. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة بعض الآيات بعد الفاتحة في السورة الجهرية؟ القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين هذه سنة، ليست واجبة وإنما هي سنة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا الأسئلة يقول: بعض الشركات التي تتعامل معها المقاصف المدرسية تقدم هدايا أطقم ذهب وغير ذلك، هل يحق للمعلمة المسؤولة عن المقصف أخذ ذلك؟ لا يجوز هذا، لأن هذا من الرشوة، يعطونها الشركة تعطيها هذا من أجل أن تتعاقد معها وأن تقدمها على غيرها من الشركات، هذه رشوة محرمة. والموظف والمسؤول في أي مكان لا يأخذ من الناس في مقابل عمله وهداياهم له، لا يأخذها لأنها رشوة، لأنهم يريدون أن يستميلوه بهذه الهدايا، يستميلوه معهم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل من جمهورية مصر العربية، المستمع محمد عبد العظيم، يسأل بارك الله فيكم ويرغب توجيهها، ويقول: كيف لي أن أختار الفتاة ذات الدين التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تختارها إذا كنت تعرفها، تعرف أهلها ومن بتها، الحمد لله، تبني على معرفتك لها، خبرتك بها، وإن كنت لا تعرفها فإنك تسأل الثقات عنها الذين يعرفونها، تسألهم عنها، تستشيرهم في ذلك. نعم. يقول: ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع من يترك الصلاة أو من يقول إنه يصلي في بيته أو في عمله؟ الأسلوب الأمثل لمن يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي هذا يعتبر مرتدا عن الإسلام. الأسلوب الأمثل أن يناصح، فإن امتثل الحمد لله، وإلا فإنه يبلغ أمره إلى ولاة الأمور. إذا كان في البلد ولاة أمور يقيمون الحدود، حدود الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا كان يصلي لكنه يترك صلاة الجماعة فهذا تارك لواجب، لكنه لا يكفر، لكن يكون تاركا لواجب وفاعلا لمنكر، فهذا يناصح، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فإنها تبلغ الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لأجل إحضاره والتعهد عليه إذا كان في البلد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا فإنه يستمر على مناصحته، تغليظ معه لعله يتوب. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: أنا أواظب على صلاة 4 ركعات، ركعتين بعد أذان الظهر، ولكن يوم الجمعة لا أتمكن من هذا حيث الفترة بين الأذانين قصيرة، وهل هما بعد الأذان الأول أم الثاني؟ صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، إنما هذا في الظهر، ركعتان قبل الظهر أو 4 ركعات قبل الظهر، وأما الجمعة ليس لها راتبة قبلها، ولكن من جاء إلى المسجد وعنده فرصة قبل حضور الإمام فإنه يصلي ما تيسر له، لا على أنه راتبة للجمعة، وإنما على أنه نفل مطلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات بعثت بهذه الرسالة تقول: أمي وأبي يكرراني على مسامعي دوما أني لن أتزوج بإنسان من خارج القبيلة، وهم يعرفون أنني متعلقة بإنسان من خارج القبيلة، ويكررون أيضا على مسامعي أنهم سيجبرونني على من هم يريدونه، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا، هذا لا يجوز، تحجير، هذا من باب التحجير، وهذا لا يجوز، قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء لأنه محرم، ولا يجوز التحجير على ابن العم والقبيلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا حق للفتاة
أنها إذا رضيت في كفء يصلح لها في دينه وفي أمانته أنها لا تمنع من ذلك، الذي يمنعها يكون عاغلا لها، تسقط ولايته عليها، تنتقل إلى من بعده من الأولياء، والنظر في هذا للحاكم الشرعي. نعم نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن حكم المبالغة في الدية بالنسبة لدية التعويض بالنسبة للمقتول خطأ، ما حكم هذه المبالغة بارك الله فيكم؟ هذه المبالغة في شراء القصاص بالملايين هذه مبالغة فظيعة ولا تجوز، لأن هذا فيه محاذير. أولا فيه إرهاق، فيه إرهاق الذي عليه القصاص، شراء القصاص فيه إرهاق له ولغيره بالملايين كثيرة. وثانيا هذا فيه تعطيل للقصاص، تعطيل للقصاص وإذهاب لفائدته. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فجعل القصاص سلعة يباع ويشترى بالملايين هذا لا شك أنه تلاعب وإرهاق وتعطيل للقصاص. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل على المال المعد للزواج أو للبناء أو للبناء زكاة؟ نعم، المال الذي هو النقود إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا كان يبلغ النصاب، إذا كان يبلغ النصاب حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة مطلقة، سواء نواه للزواج أو للبناء أو للتجارة أو للادخار أو غير ذلك. نعم. يقول أيضا: كيف يتم إخراج الزكاة في المال الموفر عن طريق الراتب شهريا؟ يجعل له موعدا من السنة كشهر رمضان مثلا، أي يزكي كل ما اجتمع لديه مما تم عليه الحول وما لم يتم إلى مثله من العام القادم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: سمعت بعض الناس يقول إذا فعلت عملا كالصلاة أو الصوم أو أي عمل في الدين أو الدنيا وسئلت هل صليت أو صمت، لا تقل إن شاء الله بل قل نعم لأنك عملت فعلا، فما رأيكم؟ لا بأس إذا قلت صليت أو فعلت كذا إذا سئلت، لا مانع أنك تخبر. وإن قلت إن شاء الله من أجل نفي تزكية نفسك هذا لا بأس به، يجوز أن تقول إن شاء الله ويجوز أن لا تقولها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد من تبوك يقول: توفي رجل قبل زواجه وله ميراث وعليه دين وميراثه يكفي السداد دينه، كيف نتصرف في هذه الحالة جزاكم الله خير الجزاء؟ إذا توفي وعليه دين فإنه يبدأ بالدين قبل الوصية وقبل المواريث. قال تعالى لما ذكر المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد شهد الشهود من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، فالدين مقدم يسدد عن الميت. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة من المستمع راء عين ألف مقيم في الرياض يقول: هل يجوز إعطاء أخي الأصغر من زكاة المال وذلك لمساعدته في الزواج؟ على محل خلاف، إذا كان ليس هناك من يحجبك عنه في الميراث فهو محل خلاف، فتساعده من غير الزكاة في هذه الحالة، إذا لم يكن له ولد يحجبك تساعده من غير الزكاة تجنبا للخلاف، خروجا من الخلاف. نعم. أيضا يسأل يقول: ما حكم من نذر لله تعالى وحده لا شريك له وقال: نذرت لله تعالى ذبيحة لله عز وجل من أي نوع حسب الظروف المادية وإخراج الثلث للفقراء كتقسيم الأضحية إن أكرمني الله عز وجل وأتممت حفظ سورة البقرة؟ هذا نذر طاعة يجب الوفاء به عند حصول الشرط الذي ذكرته وهو حفظ سورة البقرة، يجب عليك أن تهيى لنذرك وأن تنفذه على الصفة التي شرطتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل سعيد بدر يقول: عرض علي مشاركة شخص في عمل تجاري حلال، هو برأس المال وأنا بعملي، وأن نتقاسم الربح، والمشكلة هنا تتعلق برأس المال، فهو من مصدر غير شرعي، فهل يجوز أن أشارك في ربح رأس المال أم لا؟ لا يجوز، إذا علمت وتحققت أن هذا المال من كسب حرام فلا يجوز لك أن تتعامل مع صاحبه ببيع أو شراء أو شركة أو أن تأكله إذا قدم لك منه وأنت تعلم أنه حرام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ما حكم تحديد النسل لضرورة خاصة بي أنا واستعمال حبوب المنع لمنع الحمل؟ لا يجوز تحديد النسل أي وجه من الوجوه، لكن يجوز تأخير الحمل، تأخير الحمل من أجل صحة المرأة أو من أجل أن تتفرغ لتربية الأولاد، لا يكفرون عليها يشقون عليها في التربية أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة، هذا يسمى تأخير الحمل أو تنظيم الحمل. أما قطع الحمل والاكتفاء بعدد معين هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم مستمعينا الكرام، نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حفظكم الله، هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول يعني في منفادها: هناك من يساوي حق المرأة بالرجل في الإرث، فما حكم ذلك؟ هذا كفر بالله وردة عن دين الإسلام. الله جل وعلا فرق بين المرأة والرجل في الميراث: فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فمن سوى بين الذكر والأنثى فهو ملحد كافر بالله عز وجل. لما ذكر الله المواريث قال: تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة لطيفة محمد من جدة تقول: ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة إذا كانت بين العبد وبين الله من ذنب بين العبد وبين الله ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، يعني يترك الذنب. أما الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنب هذا كذاب ليس بتائب. ثانيا أن يعزم أن لا يعود إليه، فإن كانت توبته مؤقتة وترك الذنب في وقت وهو في نيته أن يعود إليه بعد ذلك هذا توبته باطلة لأنه لم يتب توبة صحيحة، وإنما هي توبة مؤقتة. الثالث الندم على ما فات، أن يندم وتصور الذنب ويخجل من الله عز وجل. أما إذا كان يتمدح بالذنب وأنه فعل كذا وكذا فهذا لا غير تائب لأنه غير نادم على ما فات. وأما إذا كانت المعصية بينه وبين الناس يعني ظلمهم أو أخذ مالهم أو تكلم في أعراضهم وتابهم فهذا يضاف شرط رابع وهو أن يؤدي الحق إلى صاحبه أو يتحلل منه ويطلب منه المسامحة. أحسنتم بارك الله فيكم. هي تسأل أيضا تقول: إذا أذنبت ذنوبا كثيرة وتبت إلى الله والحمد لله ولكن بقي الشرط الرابع وهو حقوق العباد، فماذا يلزمني وما نصيحتكم لي جزاكم الله خير الجزاء؟ إذا كانت الذنوب بينك وبين الله لا تعلق لها بالعباد أتوب إلى الله عز وجل بالشروط التي ذكرناها. وأما إذا كان الحق للمخلوق بمال أو عرض فلا بد من أحد أمرين: إما أن تؤدي له الحق وإما أن يسامحك عنه. أحسن الله إليكم. تقول: ما هي صدقة السر الواردة في الحديث؟ الخفية، صدقة السر هي الخفية التي لا يراها الناس، تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. سؤالها الأخير في هذه الرسالة تقول: ما الأسباب المعينة على بر الوالدين؟ تقوى الله سبحانه وتعالى واستشعار حق الوالدين واستحضار ما فعل الوالدان معك من التربية والتعب في تربيتك وأنت صغير ومحبتك محبتهم لك، تتصور ما قاسياه فحينئذ يحملك ذلك على برهم. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذه رسالة طويلة من سالم محمود من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا، حقيقة يتحدث عن قصة عن الرشوة، لكن في الختام يقول: ما هو خطر الرشوة على المسلم بارك الله فيكم؟ خطر الرشوة على المسلم اللعنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي. فهذا خطرها على المرتشي والذي يقبل الرشوة أنه ملعون والعياذ بالله. نعم.
بارك الله فيكم. من الأسئلة في هذه الحلقة، هذا أحد الإخوة يسأل لم يذكر اسمه، يقول ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى شروق الشمس بسبب النوم، وهل في هذه الحالة نقوم بتأدية صلاة الصبح وبعدها مباشرة صلاة الضحى؟ النوم فيه تفصيل، إذا كان النوم غالبا عليك وليس بمعتاد وإنما غلبك في بعض الأحيان هذا عذر شرعي لا حيلة لك فيه، فإذا استيقظت تبادر بالصلاة ولا تقدم عليها شيئا إلا الراتبة، راتبة الفجر، تصلي راتبة الفجر ثم تصلي صلاة الفجر بعدها متى ما استيقظت ولو عند شروق الشمس أو بعد ذلك. أما النوع الثاني من أنواع النوم هو النوم المتعمد الذي يرتب النوم في آخر الليل ويتعمد أنه ما يقوم لصلاة الفجر في وقتها وإنما يصليها إذا قام، فهذا باطل ولا تصح صلاته لأنه أخرجها عن وقتها متعمدا، والله جل وعلا فرضها في الوقت، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ألا يجوز لك أن تتصرف وأن تجعل لها غير الوقت الذي جعله الله لها، فإذا أديتها في غيره متعمدا تأخيرها فإنها لا تصح منك، ولكن عليك التوبة إلى الله في المستقبل والمحافظة على الصلاة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة من الأخ علي من دولة الكويت، يقول ما المقصود بالباقيات الصالحات وما ثوابها عند الله عز وجل؟ باقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة، سميت باقيات لأنها هي التي تبقى لصاحبها يوم القيامة، وأما المال وأما الجاه وأما الأمور الأخرى والاعتبارات فإنها تذهب وتزول ما كأنها صارت. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل الدعاء الخالص لله تعالى يمنع وقوع القدر؟ هو من القدر، الدعاء من القدر فهو لا ينافي القدر. نعم. وهل يرد القدر؟ إذا تقبله الله هو من القدر، نحن نرد القدر بالقدر. نعم. ومن الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. الأخ علي يقول إذا كبر الإمام بالرفع من السجود وكان المأموم يدعو الله تعالى في سجوده ولم يكمل الدعاء، فهل يجوز أن يكمله أثناء الرفع من السجود؟ يتابع الإمام لا يتأخر عن الإمام ولو ما أكمل الدعاء، يقطعه ويقوم مع الإمام متابعة له، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. يقول ما حكم مسابقة الإمام؟ حرام، تبطل الصلاة إذا تعمدها. نعم. بارك الله فيكم. يختم رسالته هذه يقول هل المواظب على سماع إذاعة القرآن الكريم أو برنامج نور على الدرب يعد من وسائل طلب العلم الشرعي الذي يؤجر عليه المسلم؟ لا شك أنه من الاستفادة، إنه من الاستفادة العظيمة، ولماذا إذا يجعل هذا البرنامج يخسر عليه الأموال والأوقات إلا من أجل أن يستفيد الناس ويستمعوا له، فعليك باستماعه والإقبال عليه، فيه خير كثير بإذن الله. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذه انضيف الله من القصيم تقول ما هو الدعاء الذي يقال في سجود السهو، وهل هي السجدة أم سجدتين؟ السهو له سجدتان كما في الحديث، والدعاء الذي يقال فيه هو الدعاء الذي يقال في سجود الصلاة سواء، لا فرق بينهم، سبحان ربي الأعلى أقله مرة وأكثره وأدنى الكمال ثلاث مرات، أدنى الكمال ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بالمغفرة وغير ذلك مما يختار. نعم. سؤالها الأخير في هذه الحلقة تقول ما هو الدعاء، هل صيام القضاء للمرأة تصومه أيام متتابعة أو تفصل بينهما؟ فالأفضل أن تصومه متتابع، يعني إذا قدرت على ذلك هذا هو الأفضل إبراء للذمة، وإذا فرقته أو كانت محتاجة إلى تفريقه فلا بأس بذلك. نعم. شكرا وجزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة والأخوات. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.